أخرى مشاهدينا الفضائية الأردنية ومن العاصمة عمان، رحبوا معي بضيفي، ضيف برنامج مبادرات وطنية، سعادة المهندس زهير صبحي ماضي حسن. أبو محمد أسعد الله أوقاتك. حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا إحنا سعداء أن تكون ضيف معنا على هذا البرنامج، برنامج مبادرات وطنية، وأنت رجل أعمال وإنسان قبل اللقاء يعني أفنيت تقريبا يعني 40 عاما من عمرك في الغربة، والحنين قد عاد بك مرة أخرى إلى الأردن لإكمال مشوارك العملي. في البداية دعنا نعرف بك السادة المشاهدين حتى تكون منارة كل إنسان يبحث دائما عن عمل وإنسان مكافح في هذه الحياة. من هو المهندس زهير صبحي ماضي؟ تفضل. أنا اسمي زهير صبحي ماضي، مهندس كهرباء. بداياتي كانت إلى حد ما فيها تعب، الوالد كان يعني في القوات المسلحة، وكان يعني على قد الحال خلينا نقول، وإمكانياتنا إنسان بسيط، وإمكانياتنا والحمد لله يعني كانت إلى حد ما ماشي حالها. فلما خلصت توجيهي لضيق الحال سافرت على الكويت واشتغلت في الكويت لمدة 3 سنوات، وبعدها رجعت على الأردن وعدت التوجيهي مرة تانية، والحمد لله وجب التقدير جيد، وربنا وفقنا وانقبلت في الجامعة في مصر، وتخرجت في 1979 هندسة كهربائية. بعدها جيت على الأردن طبعا، جلست فترة في الأردن أبحث عن عمل، للأسف ما توفقت، وفي نفس الوقت أجتني فرصة للسعودية وسافرت للسعودية، وهذا الكلام كان في 79، وأنت بتعرف كانت كيف السعودية في 79. مكثت حوالي شهر بكل صدق، مكثت في خيمة في الصحراء. الله أكبر. إيه. والحمد لله بعد هيك فرجت واستلمت عمل واشتغلت في إحدى شركات المقاولات. استمر العمل تقريبا 3 سنوات، بعد هيك تغيرت من شركة إلى أخرى في مجال التجارة، وبعدها اشتغلت في شركة أجنبية سويسرية، واستمريت في العمل حتى قررت اني اغادر السعودية، اللي هي كانت تقريبا قبل شهر من تاريخ هذا اليوم. الشركة اللي اشتغلت فيها هي شركة أجنبية، شركة سويسرية، تصنع معدات الكهرباء. معدات الكهرباء هي المعدات، المحطات الرئيسية. كانت شركة الكهرباء في السعودية هي الكاستمر الرئيسي لنا، وبعد هيك والحمد لله طبعا مرضنا في النهاية طبعا إلى بلده الواحد هي الأردن، وعدنا والحمد لله حتى نستقر في الأردن ونشوف شو يعني الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن. أنا بدأت بداية بسيطة خلينا نقول في الإسكان، لكن طموحي أكبر من هيك في 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 الاستثمار في الأردن. يعني أكيد مهندس، يعني من هذه الغربة يعني أكيد أنت اطلعت على يعني فرص كثيرة ممكن تكون متاحة لأي شخص يتجمل في أي مجال معين وأي استثمار معين، لكن كيف تقيم الاستثمار في الأردن في ظل الظروف الآن المتاحة؟ يعني هو الاستثمار بشكل عام بالخليج يعني إلى حد ما صعب على الناس اللي هم مش من أبناء الخليج، في قوانين والقوانين هذه بتحد إلى حد ما. طبعا أنا اللي أأمله أنا لسه يعني راجع جديد، اللي أأمله أنه في الأردن أنه يكون يعني أنه التسهيلات تكون موجودة، وأنا أتصور بحكم أني أردني
انه يكون في يعني الامكانيه للاستثمار يكون متاح متاحه اكثر من دول الخليج. هلا الاردنيين بشكل عام في دول الخليج يعني سمعتهم زي الذهب، ما في مجال اطلاقا، يعني اذا في عندي حالات معينه ممكن احكيها، بس بشكل عام سمعه الاردنيين في الخليج يعني حتى خليجيين لما بيحكوا مع بعض بيقولوا اذا بدك تنجح بدك ينجح الاستثمار تبعك وظف اردنيين. صحيح. فالحمد لله الاردني اثبت وجوده بالخارج، اثبت وجوده، اثبت وجوده من كل النواحي، اثبت وجوده من ناحيه فنيه، اثبت وجوده من ناحيه كفاءه، اثبت وجوده من ناحيه ولاء لعمله، اثبت وجوده من ناحيه صدقه في عمله. كيف تجد نعمه الامن والامان بالاردن؟ والله لا تقدر بشيء بصراحة. نعمة الأمن والأمان في الأردن يعني أهم شيء، والحمد لله والحمد لله والحمد لله إحنا بنعيشها وبنلمسها، فعلا بنلمسها. يعني أنا بنتي عادة من واخد بتطلع برا، بتروح عند صحباتها، بتسهر عند صحباتها، بترجع في وقت متأخر بالليل، ما في أي مشكلة على الإطلاق والحمد لله. ماذا توجه رسالة إلى جلالة الملك؟ والله جلالة الملك أول حاجة يقرب رمضان، بنقول له كل عام وأنتم بخير والله يطول في عمره، وإحنا يعني اللي بنطلبه هو طلب بسيط يعني، ومساعدة المستثمرين بقدر الإمكان وتسهيل أمورهم في استخراج الرخص وكل كل ما يلزمهم. نعم. ماذا توجه رسالة إلى جهاز المخابرات العامة؟ بقول لهم يعطيكم العافية، بارك الله فيكم، لأنه جهاز المخابرات العامة يعني لو الناس فهمت ايش هم المخابرات العامة كان قدروا عملهم، لأنه شغلهم هو لحماية المواطن وليس العكس. وأمن الوطن. نعم. وأمن الوطن. نعم. ونجاح أي استثمار دائما يبدأ من الأمن والأمان. نعم. وهذا الجهاز الذي دائما يرأس الكثير من المواقع في داخل الأردن وفي حدودها، وبالتنسيق دائما مع الأجهزة الأمنية الأخرى. أكيد. نعم. الحفاظ على نعمة الأمن والأمان. المهندس زهير صبحي ماضي حسن أبو محمد، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة. وبالنسبة لما ذكرت من تسهيلات وأمور، سيكون هناك متابعة حثيثة اعتبارا الصباح الباكر مع زميلنا برهان بيك حبيطات مدير العلاقات العامة والإعلام. سيد أبو محمد، كل الاحترام والتقدير لك، وكل عام أيضا وأنتم بخير سيدي. وأنتم بخير، وشكرا جزيلا لكم، حياك الله. شكرا. يا محسن ما بينا هاي، يا محسن ما بينا هاي، يا سلمى هلا ويا عبد.